فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال لأستغفرن اللام تدل على قسم مقدر، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستغفار باللام وبالقسم المقدر وبنون التوكيد الثقيلة. فهنا ثلاثة مؤكدات أكد بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستغفر لأبي طالب. وقد جاء في رواية أخرى التصريح بالقسم، قال والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك.